السلام عليكم إخوة الأخوات، صحاب قناة إلكترو تيك نور، مرحبا بكم. درس جديد، شيمة إلكتريك جديدة. هذا النهار غادي نشوفو الشيمة ديال تركيا، لا تركي، كيفاش كيخدمو تما لي شيمة ديالهم، كيفاش كيحلوها كيناقشوها. المهم الإخوان، قبل لا نبدأ، جوابا لبعض الأصدقاء اللي عيطوا لي في الخاص كيسولوا كيفاش عندي الدرايه بهاد لي شيما ديال زعما ديال الدول خارج عن المغرب، بحال الطاليان، بحال تايوان، بحال فرنسا. بحال انا غادي نجاوب الاخوان باش ما يبقاش عندهم هاد اللبس هذا، بحكم الخدمه ديالي في المجال الكهربائي، وهذا كيجيو دي ماشين من هاد الدول هادو كيجيو المغرب، لهذا كنقوم بالمونتاج ديالهم. يعني كيجيو كتعرفوا الماكينه راه كتجي مديمونتيا، يعني لارموار الكتريك في جهه، الكركاز ديالها في جهه، وسا دي بون. كاينين دي ماشين كبار، كاينين دي ماشين صغار، غير هي لابارتي الكتريك كنتكلم بها انا، يعني لارموار الكتريك ولي موتور تو سكي الكتريك، يعني كابلاج باش كتلي لا ماشين مع لارموار ديالها. دونك اول ما كتشوف الكتالوج ديال الشيما الكتريك، عندك لي روبير، عندك كل شيء، كتبدا تستخدم يعني لي روبير ديالك، هذا فين غادي، هذا فين غادي. وراه كيف ما قلت لكم الشيما الكتريك راه كيبقى عنده واحد لونغاج انترناسيونال، يعني ماشي ولو كيف ما كتشوفوا امامكم دابا اللغه هي بالتركيه، ولكن ما يهمش، يعني بويسكو كتشوف هاد لو سين هذا راه كتعرفوا موتور تريفازي اي في دوبلفي بار اكزومبل، كتشوف هذا كتعرفوا سيت ان ديجونكتور موتور، كتشوف هذا بار اكزومبل كتعرفوا 360 ترا واحد سيكسيونور او بيان واحد الكوميتاتور جينيرال ديال لا ماشين. هذا هو اللي كاين الاخوان. اذا كيف ما قلت لكم يعني شيما الكتريك راه كتبقى هي كلشي بالنسبه لان الالكتريسيان، يعني لا عرف يقرا الشيما وعرف يطبقها في الواقع ديالو، راه هي باش كيمونطي الماكينه، هي باش كيديتيكتي لي زومبان، هي باش بزاف ديال الحوايج كتنفع. الا ما كانت شيما راه ديفيسيل، خاصك انت تصايب شيما ديالك ديال هذيك لا ماشين، في حاله يعني مثلا الكتالوج تفقد او هذا هو اللي كاين، يعني خاصك انت دير شيما. الا ما درتي شيما الكتريك ديال هذيك لا ماشين راه غادي تبقى تعطوني في لي بان الكتريك، هذا ما كاين. اذا ندخلوا في الموضوع، هنايا كتشوفوا الاخوان نفس الشيء بالنسبه لي شيما العاديين، لا ريفي دي تروا فاز بليس نوتر بليس واحد الميزالاتير هو البي او. عندنا هنايا النوتر مدوزينو ديريكت، ولي تروا فاز ديزين اترافير واحد الكوميتاتور او سيكسيونور 360 امبير. هاد 001 002 003 هو الروبير ديال هاد لي كابل كيف ما كتشوفوا. دونك غادي لهنايا عاطي لواحد ديجونكتور موتور اللي الريغلاج ديالو ما بين 6.3 و 10 امبير، كيتسمى نيت كي ان، بويسكو دابا تقريبا وليت كنشوف نومونكلاتير انترناسيونال ديال لي ديجونكتور ولاو كيعطيوها هاد كي. دونك هذا كي ان سيت ان ديجونكتور، هذا لوكسيليار ديالو كيف ما كتشوفوا، يعني كيمشي لواحد يعني واحد اوفرلاود او شي حاجه هكا. هنايا سيت ان كونتاكتور ك ان، هادو 006 و 008 و 010 هما لي روبير ديال لي كابل، وهاد الان 3 و 5 و 2 و 4 هما لي شيفر اللي كيكونوا في لي كونتاكت ديال الكونتاكتور دو بويسونس. هنايا ولات عندنا 007 009 011 يعني الخارجه ديال الكونتاكتور، فين غادي هاد الاكس ان غادي ل 13 ل 14 15، هادو سوسون دي بورن دو جونكسيون. هنا هاد لي تورك كيديروا واحد المساله، كيشدوا واحد لي بورن دو جونكسيون بار اكزومبل اون ديزان دو بورن دو جونكسيون، كيعطيوها اكس ان بار اكزومبل، كيسميو هاد لا سيري ما يعني من ال ان بار اكزومبل تال لو 15 كيعطيوها اكس ان، ومن 16 مثلا تال لو 25 كيعطيوها اكس 2، يعني باش انت كتبقى كتشوف اكس ان كتعرف وراه لا سيري الاولى ديال لي بورن دو جونكسيون. هنا اي في دوبل في
UVW هما لي زونغولمون ديال الموتور. سموا هذا M2، سي ان موتور دو 3 كيلووات. هذه بالتركي الاخوان، نخلي لكم نتوما ترجموها. هذا بالنسبه لهذا سيتين ميزا لا تير، حتى هي ديزا اترافير قريب لهادو، كيديروها في لابورن جونكسيون اكس 1. دونك ندوزو للشيمة الثانية، كيشدو هادوك لي كونتاكت اوكسيليار ديال لي ديجونكتور موتور، كيديروهم اون سيري، وهما اللي غادي يمشيو لينا لا كوموند. ملي كيمشيو لا كوموند يعني سي فوا كتوقع شي اوفرلود في شي موتور، كتفتح لينا شي كونتاكت من هادو، دونك لا كوموند كتوقف عندي. هذا ما كان الاخوان. دونك ندوزو للشيمة اللي تابعها. هنايا كنوصلو لهادي سيتين اليمونطاسيون 24، كتدخل ليها 380 كيف ما كتشوفوا اترافير واحد الفيزيبل اللي سموه اف 6. سيتان ديجونكتور سموه اف 6 3 فوز 6 امبير. بيان سور هادو لي روبير، كبر الاخوان باش تشوفوا مزيان. هنايا هادو لي روبير 157 158 159 لي روبير ديال لي فاز لي داخلين لهاد لاليمونطاسيون. لاليمونطاسيون مخرجه 24 فولت دي سي، ديزت هي اترافير واحد ديجونكتور مونوبولير لي سمو اف 8 1 فوا 25 امبير. يعني هاد لي خرج كلشي غادي اليمونتي، وهادو سيركوي دو كوموند. سيركوي دو كوموند غادي يكون ما بين بليس و الموا بليس 24 في دي سي 0 في دي سي. نومونكلاتير هي 115 114. دونك فين ما غادي نشوفو 115 114 سيتي سورس ديال 24 فولت دي سي. هنا الاخوان، هنايا شنو كاين؟ كاين واحد ديجونكتور مونوبولير فين غادي يعطينا واحد ليتيليزاسيون لي سموها 160. هذا راه فاز نوتر الاخوان، نتوما كتشوفو هنايا ها هو نوتر، وخداو من الفاز. هنا يعطاو لواحد لا لامب لي كتضوي على لارموار جينيرال. هنايا هادو سوسون دي فونتيلو لي كاينين في لارموار باش يبردو. نتوما كاينه وحده جوج ثلاثه أربعة لي فونتيلو، هادو اللي كتشوفو لهنا سوسون دي ميزا لا تير. هادو ال و 004 يعني هما لي روبير لي واصلين ليا لهاد لي فونتيلو. هاد الاخوان كيف ما كتشوفو هابطين لي 3 فاز ديريكت، سيت رولي دو فاز دو مارك اومرون، ولكن 3 فاز بليس نوتر، يعني كيخدم بالنوتر هاد رولي دو فاز. وعندو واحد كونتاكت ل 11 و 12، يعني الا شاف بريزونس ديال 3 فاز بليس لو نوتر كيتسد ليا هاد لو 11 و لو 12 كيمشي ليا. هما خادوه الاخوان اللي تبعتو معايا هنا، خادو من لافورن بوزيتيف ديال هاد لاليمونطاسيون، يعني دخلوها الرولي دو فاز، من الرولي دو فاز مشات لا كوموند. يعني الا كان شي مونك دو فاز او بيان مونك دو نوتر غادي تحل ليا هاد لو كونتاكت، غادي توقف ليا لا ماشين. دونك ندوز معكم شي مال اخرى. بالنسبه لي كونتاكتور هو هذا الروبير ديالهم بالنسبه لا تركي، تما كيديروا امبير ريكتانغل، تما كتشوفوا كادي 7 كادي 8 كادي 9. بالنسبه لهادو سوسون دي كوميتاتور اس 48 اس 49 اس 50 اللي جايين نيت من واحد لابور بليز 24 باش اليمونتيو لينا هاد لي كونتاكتور. هنايا واحد ديبار لي ديز اترافير ديجونكتور موتور غادي لواحد لو موتور لي سموه ام 11، سي تان موتور دو 0.18 كيلووات. هنايا اكس 9 هي البي او ميزا لا تير. الاكس 7 كيف ما قلت لكم هاد الموتور هذا غادي نلقاوه 1 2 3 في لا سيري، واحد لا سيري ديال لي بورن دو جونكسيون سموها اكس 7. هاد 0.74 0.76 0.78
هما الروبير اللي جاينا لي بورن دو جونكسيون ديال الموتور خارج من الكونتاكتور كادي سيت. هادو لي بورن قلت انا لي بورن يعني لي روبير 073 075 077 خارجين ليا من دي جونكتور موتور اللي سموه كيويت. الفارياسيون ديالو ما بين 063 و 1 امبير. هذا سيتان اوكسيليار ديال هاد دي جونكتور. اذا كيف ما كتلاحظوا شي ما عاديه بحال شي ما اللي مستانسين بهم، يعني ما كتفرقش بين لا تركي ولا لا فرانس ولا شي دوله اخرى، تقريبا لا ميم شوز. هذا سيتان ديماراج اطوال تريونغ ديال واحد لو موتور، خداو لا سورس يعني من واحد دي جونكتور موتور ما بين 20 و 25 امبير اللي سموه كي 5. هادو لي روبير دي كابل 034 036 لي روبير دي كابل. عندنا كونتاكتور دو لين، كونتاكتور ديال تريونغل، كونتاكتور ديال الاطوال سموه كاويت كانف كاديس. هادو بيان سور لي بورن دو جونكسيون لي هما 33 34 35 37 38 39. اذا ندوزو لشي ما اخرى. هادي بالنسبه لدارو برانشمون ديال واحد لو فارياتور، نفس الشيء كيدوز اترافير ان ديجونكتور مانيتو تيرميك 3 فوا 40 امبير يعني تريبولار. هادو 122 124 120، سمحوا لي الاخوان باش تشوفوا مزيان. هادو لي روبير دي كابل اللي جي لينا الفارياتور، فارياتور سموه يو ان عندو ار اس تي بليس لو ميز لا ميز على تير ميز على تير. هنايا هادي بي ار ان بي ار دو سيتين ريزيستانس دو فريناج اللي كتوصل حتى ل 3000 وات. هذا سيتير رولي اللي سموه ار او، هذا فاش غادي تسد هذا الرولي هو اللي غادي يعطي لورد هذا الفارياتور باش يخدم. سيت ان فارياتور دو 15 كيلو وات. هادي لا سورتي فير لو موتور يو في دبل في والميزا لا تير كيف ما كتشوفوا. هنايا كيف ما قلنا اكس ان هو لا سيري الاولى ديال لي بورن دو جونكسيون، بورن جونكسيون 1 2 3 4 انسي دو سويت كيعطيوها واحد النوموكلاتير اكس ان. ملي كتوصل بار اكزومبل كنوصلوا للديس كيديروا اكس 2 انسي دو سويت. هادو 123 حتى 128 هما لي روبير لي غادي لينا لو موتور. اي في دوبل في راه هما لي زونغولمون ديال الموتور. دونك ندوزو لشيما لخرى. هنايا الاخوان هادا سيت سوسون دو فارياتور كم تشوفوا معاك في الحقيقه، يعني دو فارياتور واحد 7.5 كيلووات والاخر حتى هو 7.5 كيلووات غادي لينا دي موتور. هاد لي موتور كيخدموا الاخوان اون ميم طون، يعني واحد كي بحال بغيتي تقولوا كي ديبو بيني واحد لابوبين وواحد كي اورولي، يعني خصهم يدوروا نفس الدوران وتجيهم ان الين تجيهم واحد لاليمونطاسيون تجيهم بجوج على فوا كيف ما كتشوفوا هنا. عطاهم واحد ديجونكتور ديال 3 فوا 40 امبير وجاو حتى لهنا وخذوا ديريفاسيون، يعني ديريفاسيون مشات لهاد الفارياتور والاخرى مشات لهاد الفارياتور هاد. وبيان سور كاينه واحد لا ليزون اونتر لي اونتر لي دو فارياتور، هي هاد دي سي بليس و دي سي موا. كتشوفوا مع معطاهم 141 143 ومشاو وحدة دازت ديريكتومون دي سي موا تلاقات مع دي سي موا ديال فارياتور لاخر، و دي سي بليس مشات دازت اترافير واحد ديجونكتور مونوبولار ديال 63 امبير و دازت اترافير واحد بلاتي نكبر الاخوان، دازت اترافير واحد ديجونكتور اخر هنايا اترافير ان اوتر ديجونكتور وفين جات
عاد جات دي سي بلس. يعني هادو سيت ان كومونيكاسيون بين هاد لي دو فارياتور باش كيدورو او ميم طون، يعني كيتسمى لو سينكرونيزم دي فارياتور. دونك كيما كتشوفو هنا اكس 1 5 6 7 8 هادو سو سون دي بورن دو جونكسيون، هادو لي روبير 134 هادو سو سون لي روبير دي كابل لي غادي ليا لو موتور. هذا سيت ان ميزا لا تير. دونك هادشي اللي كاين الاخوان. دونك دوزو هادي لا ليزون ديال لوطومات اللي داخله ليها 24 فولت دي سي. هادي هي لوطومات الاخوان ديال لا ماشين. سيتي لوطومات الان برادلي، هذا الريفيرونس ديالها اللي كتخدم مع واحد ديسبلاي. هاد لا ماشين فيها واحد ليكرون تاكتيل. دونك كتدخل هنايا 24 هنايا وكتدخل لهنا وكتمشي واحد ديريفاسيون للديسبلاي اللي هو هذا. غادي نكبروا الاخوان باش تشوفوا اللي هو هذا الريفرنس ديالو توش بانيل، يعني سيت ان ايكرون تاكتيل. هنا كما العاده هادو لي زونطري فير لوطومات، يعني بار اكزومبل كانت كاين هاد لو بوطون بوسوار كتمشي واحد لامبوت لوطومات. هنايا هادو هما لي بورن دو جونكسيون 21 22 23 وعطاوهم لا سيري اكس 2. هاد 190 191 جي على فان، هادو لي روبير دي كابل اللي خارجين لينا من هاد البوطون بوسوار. بوطون بوسوار هادي مارش، كنلقاو عندهم ديما لي روبير 3 4. هادو اللي خارجين من لوطومات كيدوزو اترافير دي رولي كيف ما كتشوفوا. هادو سو سون دي زيلكتروفان، هادو سو سون دي كونتاكتور كا دو كا يعني عادي، يعني لي زوت بوت لي زوت لي زان بوت و لي زوت بوت ديال لوطومات عاديين كيف ما مستانسين بهم كيدوزو اترافير دي رولي، عاد كيمشيو لينا لا كوموند ديال سي الكتروفان ولا شي كونتاكتور. دونك اخوان سمحوا لي طولت عليكم شويه، تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا استفدتوا شويه وما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده. تبارك الله عليكم.